بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن استعد ضرائبك من أمازون. طبعا ربما لا يعلم الجميع أن أمازون تقوم بإعادة ضرائبك بشريطته، أن يكون قد تم شحنتك عن طريق شركات الشحن إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر. الأمر الآخر، ألا يكون قد مر على مطالبتك باستعادة الضرائب سنة واحدة من تاريخ وصول الشحنة إليك. طيب، الآن نأتي إلى بعض الشروط الأخرى أيضا، أنها المنتجات يجب أن تكون قد قمت بشرائها عن طريق هذه الأسماء التابعة لأمازون. هذه الثلاثة الأسماء 100% سوف يقومون بإرجاع ضرائبك. أيضا هذا معتمد من أمازون بنسبة 99% سوف يقومون بإرجاع ضرائبك. أما هذا فلا أعلم عنه، لكن جرب، ربما يتم إرجاع ضرائبك. طبعا ها هي الشروط الثلاث. الشرط الأول، يجب أن تكون قد شحنت سلعتك إلى خارج الولايات المتحدة، والشحن جرى عن طريق شركات الشحن. الأمر الثاني، يجب ألا يكون مضى على تاريخ استلامك للشحنة أكثر من سنة واحدة. الأمر الثالث، يجب أن يكون قد قمت بالشراء من أحد هذه البائعين، أو هؤلاء البائعين بالضبط. هذه ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل المطالبة باستعادة ضريبتك. بعد ذلك تقوم بالدخول إلى البريد الذي قد سجلت به في أمازون وتعمل رسالة جديدة. تضع البريد المرسل له هذا، عنوان الرسالة هذه، ثم في الرسالة تضع هذه الأمور بأجمعها، سوف نشرحها الآن. هنا تضع هذه العبارة، ثم تضع هنا بدل هذه الكلمة رقم التتبع الخاص للسلعة الظاهر في أمازون. كيف نصل له؟ مثلا في أوردر، مثلا هذا المنتج، سوف نجد رقم الأوردر، ها هو، نقوم بنسخه ووضعه هنا. بعد ذلك ماي إيميل، هنا تضع البريد الخاص بك والمسجل به في أمازون هنا. بعد ذلك هنا اسم البائع، كما ذكرت يجب أن يكون اسم البائع من هؤلاء البائعين فقط لا غير. طبعا هذا ليس متأكد منه، لذلك كما ذكرت يجب أن تجرب، ربما يتم استعادة حقوقك. طبعا كيف نصل إلى اسم البائع أو نعرف اسم البائع؟ نأتي أيضا إلى أوردر ونجد اسم البائع هنا كما ترون، ها هو اسم البائع. طيب الآن أيضا هنا نضع اسم الولاية الخاصة التي يوجد بها صندوق بريدك، أو
طيب بدون كلمة الخاصة. الولاية التي يوجد بها صندوق بريدك. طيب كيف نعرف اسم الولاية لصندوق البريد؟ طبعا سوف نشرح على شوب أند شيب وكذلك وورد شيب. مثلا شوب أند شيب الأمريكي طبعا ولايته ها هي NU يعني نيويورك. نضعه ننسخ هذه الـ NY عفوا أنا ذكرت U بل Y ونضعه هنا. طيب في وورد شيب اسم الولاية ها هو OH ننسخه ونضعه هنا بدل هذه الكلمة. طيب بعد ذلك نقوم بأخذ برنت سكرين يعني نصور الشاشة من شركة الشحن سواء كانت شوب أند شيب أو شركة وورد شيب أو غيرهما مبينين فيها معلومات السلعة كاملة ووجهتها ورقم تتبع الشحنة وتاريخ الاستلام. يعني خذ برنت سكرين كامل الشاشة من شركة الشحن للسلعة وليس لشيء آخر، للسلعة التي تريد استعادة ضرائبها. كيف نعرف طيب أن الشحنة تم إضافة عليها ضرائب؟ عندما ندخل إلى الفاتورة في أمازون نجد هنا أنه تم أخذ ضرائب كما ترون 6.45. هكذا نعرف أنه تم أخذ ضرائب. طيب مثلا الآن ماذا نقول؟ كيف نعرف في وورد شيب ليس بعد يعني أنا لم أقم الآن بتجميع شحناتي، تبقى شحنات كثيرة لن أستطيع الشرح عليه لأخذ برنت سكرين، بل سوف أتي إلى وورد شيب لأنه يوجد لدي عليه منتج. سوف أذهب إلى طرودي ثم أضغط على هذا الرقم للشحنة هذه مثلا، ثم أخذ للصفحة هذه برنت سكرين كاملة التي سوف تفتح الآن وأرفقها مع الرسالة التي سوف أرسلها لهذا البريد، وفي خلال 24 ساعة سوف يتم الرد عليكم. كما ترون هنا يوجد معلومات الشحنة كاملة، أرفقها لهم وأرفقها أنه وكما ترون فيها تاريخ الاستلام كما ذكرنا وفيها حالة الشحنة وفيها رقم التتبع ورقم الشحنة والوصف والوزن والمورد وتاريخ الاستلام أيضا موجود هنا كما ترون مع الوقت ومن قام بالاستلام وما إلى ذلك. وهنا كما ترون من أين خرجت في البداية ثم إلى أين وصلت ومن قام باستلامها كما ترون هنا. فقط ها هو درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وكذلك عمل لايك لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.